السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مصطفى عطية، والنهاردة في هذا الفيديو هنتحدث حول الـ AD Model، وهو النظام أو الموديول المستخدم على نطاق واسع في مجال التدريب. ولذلك حبيت أن أنا أعمل هذا الفيديو عشان يوضح لحضراتكم ما هو هذا الموديول ولماذا هو الأكثر شيوعا في مجال التدريب من حيث الاستخدام. في البداية هتلاحظ بأن مجال التدريب هو واحد من المجالات اللي كتير جدا بيدخل فيها كمتخصصين، وهتلاحظ هنا أن هذا التخصص بينعكس على وجود نوع من أنواع الزيادة والدخول في الكثير جدا من الميثود أو النظريات الخاصة بالتعليم، وكذلك القيام بنوع من أنواع تطوير المواد وكذلك تطوير المحتوى. واحدة من ضمن أهم هذه العناصر هو AD Model، وهو المديول الذي تم إنشاؤه واستحداثه في القرن العشرين، وده أدى إلى نطاق واسع جدا في استخدامه نظرا لأنه سهل وبسيط وأقلهم تعقيدا وأكثرهم كفاءة، بالإضافة إلى أنه يناسب مجالات عديدة جدا من التدريب المختلفة. ولذلك حبيت أن أنا أعمل هذا الفيديو عشان يوضح لحضرتك ما هو الـ AD Model وأين يستخدم وكيف تستطيع أن أنت تستخدمه في تطوير المحتوى التعليمي أو المهني الخاص بي. في البداية هتلاحظ زي ما احنا قلنا أن كلمة AD Model هي بتنقسم إلى مجموعة من العناصر. أول عنصر فيها هو الأناليسز، وهي المرحلة اللي بيتم فيها التحليل للقسم أو الجزء الخاص بالحاجة للتدريب. أنا صاحب منشأة تدريبية، محتاج أن أنا أقوم بنوع من أنواع التدريب، إذن أنا محتاج أن أنا أعمل أناليسز، أحصل على بيانات أحللها حتى أستطيع أن أنا أحصل منها على نتائج، ومن تلك النتائج أستطيع أن أنا أقوم بنوع من أنواع تحديد الاحتياجات الخاصة بي. الحين مرحلة الأناليسز أو مرحلة التحليل هي مرحلة مهمة جدا ودقيقة، نظرا لأنك قبل ما تبدأ في إنشاء المحتوى التدريبي الخاص بك أو التعليمي، من المهم جدا جدا أن يكون الجزء الخاص بالأناليسز سكيلز أو مهارات التحليل لديك عالية جدا، حتى تستطيع أن أنت تقوم باختيار نوع من أنواع التحليل الذي يتناسب مع وجود والمؤسسة التي تعمل فيها والاحتياجات الخاصة والتدريبية بها. شيء صعب جدا وغير مقبول أن يكون هناك نوع من أنواع اختيار تدريب معين أو Training Need Analysis مختلف عن الجزء الخاص والاستراتيجية وحاجة العاملين، ولذلك مرحلة الأناليسز بتمثل جزء كبير جدا ومهم في خطة الـ AD Model. تاني مرحلة من مرحلة الـ AD Model هي مرحلة الديزاين. بعد ما حصلنا على النتائج في مرحلة الأناليسز، من المهم جدا ان احنا نقوم بنوع من انواع التصميم لدور المحتوى التدريبي الخاص بنا. احنا ونقل على سبيل المثال في مؤسسة خاصة بالسيلز او المبيعات، واكتشفنا ان العاملين لديهم نقص في خدمة العملاء او سلوكيات واساسيات خدمة العملاء. اذا نستطيع ان احنا نطور برنامج عن طريق مرحلة الديزاين. خلاص احنا مرحلة الأناليسز خلصت، ننتقل الى مرحلة الديزاين، وفيها بيتم نوع من انواع الكرييت، نبدأ بقى نعمل الجزء الخاص بالمحتوى الخاص بينا، وده عن طريق ان احنا بنحصل على النتائج من مرحلة الاناليسز وبنقوم بنوع من انواع القيام بتحليلها والديزاين ليها. مرحلة الديزاين من المراحل المهمة جدا، نظرا ان احنا بنبقى محتاجين ان يكون الديزاين بتاعنا يتناسب مع المؤسسة، وكذلك ان يكون لدي نوع من انواع الاهتمام بالأودينس أو الجمهور الخاص بي، بحيث يكون هذا الجمهور على علم بكيفية قراءة هذا المحتوى التدريبي. ما ينفعش ان انا اعمل سلايد يبدو ان هو معقد جدا وانا اصلا بستهدف شريحة من العاملين لدينا بسطاء او غير متعلمين. في الغالب الشريحة تبقى محتاجة صور اكتر، محتاجة فيديوهات اكتر، محتوى مرئي اكتر، ده نظرا لانها في الغالب بيكون لديها صعوبة في التقاط هذا الحجم الكبير والمعقد من التدريب. ولذلك مرحلة التدريب بعدين مرحلة الديزاين، وهي المرحلة الثانية من الـ AD Model. المرحلة الأولانية هي مرحلة الأناليسز أو التحليل، المرحلة الثانية هي مرحلة الديزاين، المرحلة الثالثة وهي مرحلة الديفلوبمنت. الحقيقة إن من المهم جدا وإحنا بنعمل كرييت لجزء أساسي من التدريب إن يكون لدي نوع من أنواع الديفلوب أو نوع من أنواع القيام بتطوير المحتوى بتاعي. أنا خلاص عملت ديزاين، من المهم جدا إن أنا أقوم بنوع
من انواع الديفلوبمنت او موضوع التحسين ليه. ولذلك جزء رئيسي جدا من موضوع الباوربوينت او ان انت تعمل محتوى تدريبي هو ان يكون لديك اولا محتوى حتى تستطيع ان انت تستخلص منه نتائج، ومن تلك النتائج تستطيع ان يكون لديك نوع من انواع الحصول على جزء اساسي وكبير جدا من النتائج. وكذلك من المهم جدا ان احنا نعرف ان مرحلة الديفلوب لا تتوقف فقط عند وجود المشروع، ولكن عند وجود تنتهي هذه المرحلة عند اطلاق المشروع. ولذلك اول مرحلة هي الاناليسيس، ثاني مرحلة هي الديزاين، ثالث مرحلة هي الديفلوب او التطوير، وعن طريق هذا التطوير بتنتهي المرحلة بنشر المحتوى التدريبي بتاعي الى جمهور الخاص بي. بعد ما انتهينا من ثالث مرحلة هي مرحلة الديفلوب، ندخل في الاي وهي الامبلمنتيشن. وتلاحظ هنا ان الامبلمنتيشن بتواجه بنوع من انواع الاهمية نظرا لان خلاص الجمهور اتجه لهذا المحتوى. من المهم جدا ان احنا نعرف الفيدباك بتاعه، من المهم جدا ان احنا نعرف المحتوى بتاعه، من المهم جدا ان احنا نكون لدي نوع من انواع الحصول على تقييم لهذا النوع، وده المرحلة الاخيرة. ولكن في مرحلة الامبليمنتيشن بيكون مهم جدا لصانع المحتوى ان يكون لدي نوع من انواع الامبليمنتينج او التنمية والتطوير والتحسين للمحتوى بتاعي، وده عن طريق ان انا بقيس نوع من انواع المقاييس المختلفة لتقييم المحتوى بتاعي. من المهم ايضا ان احنا يكون في هذه المرحلة لدي مسارات متعددة للمتعلم بحيث انه يكون لديها القدرة على التطور في هذا المجال. تنتهي الادي موديل بمرحلة الايفالويشن. لا يمكن ان انا اقيس نوع من انواع المحتوى بتاعي من غير ان انا يكون لدي نوع من انواع التقييم ليه. عن طريق هذا التقييم استطيع ان انا احصل على نتائج، استطيع منها ان انا اطور من المحتوى بتاعي بشكل مستمر. اذا هي دائرة مستمرة بشكل دائري. الادي موديل بيبدأ بمرحلة الديزاين، الاناليسز، الديزاين، الديفلوب، الامبلمنتيشن، وينتهي بمرحلة الايفالويشن. هي واحد من الميديولز او الميثودز المستخدمة في مجالات تطوير المحتويات التدريبية، ودي واحدة من اكثرها شيوعا واكثرها استخداما نظرا انها بسيطة وسهلة وتستطيع التحقق في اكثر من مجال وعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. لايك، لا تنسوا الاشتراك في القناة، ولا تنسوا في حالة وجود اي استفسارات شاركنا رد عليها في التعليقات او على الصفحة الرسمية على الفيسبوك مصطفى عطية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.